بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الفرد الصمد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. عشاق كورة وبس في كل مكان، أهلا بكم. يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين، أنتم وكل أحبابكم أجمعين. مليون مليون مبروك للنادي الأهلي، ذاكرة البطولات الدولية. الأهلي يثبت للجميع وللعالم ككل أنه بطل إفريقيا، ليس فقط باعتراف البطولات والمسابقات، ولكن على الأرض هو وحش أفريقيا، هو يمثل إفريقيا، هو يشرف إفريقيا، هو يشرف الكرة المصرية، ويظهر العو في سماء استاد القاهرة الدولي اليوم أمام الترجي التونسي، فريق قوي جدا. فريق الترجي هذا العام فريق قوي جدا، ويقول لك الاهلي ناقصه مهاجم. يا راجل، طب لو الاهلي كان معاه بقى المهاجم القوي الداعم زي وسام ابو علي كده، كان هيعمل ايه النهارده؟ النادي الاهلي النهارده بيثبت للجميع ان البطوله الافريقيه ليها سيد واحد، ان عرش افريقيا له سيد واحد. الأهلي يحرز اللقب رقم 12 في سماء القاهرة، في استاد القاهرة، أمام 70-80 ألف متفرج. لعيبة النادي الأهلي النهاردة لعيبة رجالة، أداء عظيم، أداء كبير، نادي كبير، وجمهور عظيم، وجمهور هايل على الطريقة المصرية. النهاردة كل اللعيبة كانت مركزة. اليوم حسين الشحات كان رائع، إمام عاشور كان رائع، وسام أبو علي كان رائع، بيرسيتاو كان رائع، شوبير كان رائع. كل اللعيبة النهاردة كانت عندها عبقرية كبيرة 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 جدا. الأهلي يحتفل، الأهلي يحتفل مع اللعيبة بتاعته بالبطولة رقم 12. جمهور الأهلي النهاردة في استاد القاهرة في سعادة كبيرة جدا، يستحق انه يرقص، يستحق انه يغني، يستحق ان كل الاهلوية اللي كان عندهم قناعة قوية قوية جدا ان هم هيفوزوا بالمباراة، يستحقوا ان هم يسعدوا، وانها تكون ليلة حمراء جدا. اليوم الاهلي قدر انه يستطيع انه يستغل الطاقة، يستغل روح الفانيلا الحمراء، يستغل القوة، يستغل التاريخ، يستغل الخبرة، واقف على رجليه في الملعب وبره الملعب وفي أرضية الملعب، بيلاعب جمهوره وبيلعب وسط جمهوره وعلى أرضه. ورغم ذلك الأهلي النهاردة قدر ان هو يثبت للجميع، يثبت للجميع ان هو بعبع افريقيا. اليوم فوز تاريخي، فوز تاريخي، وليست بمعنى جملة ولا جملة فيها مبالغة، فوز تاريخي، لان الاهلي البطولة دي هتفضل في الذاكرة. ان الاهلي قد فاز على الترجي التونسي رغم التكتلات الدفاعية الكبيرة، رغم الأداء، رغم الصفقات، رغم الروح اللي كانت عند لاعب الترجي النهاردة. الأهلي لعب بإجادة واستفاضة. الأهلي هو العو، هو العو بلا منازع، علشان محدش يقول لي انت بتطبل. الاهلي هو بعبع افريقيا بلا منازع،
وعلى فكرة بعد كده جايز المباريات كلها ممكن يكون فيها يعني كده أو كده، ولكن النهاردة الأهلي قدر يقطع نص المسافة وشرف الكرة المصرية وشرف الكرة الإفريقية ويتجه نحو البطولة المستحدثة من كأس العالم للأندية وهي إنتر كونتيننتال، والحدث التاريخي الكبير الموسم العام القادم هو بطولة كأس العالم في نسختها الجديدة. لم يكن الترجي النهاردة في يومه، لم يكن في مستواه، وعلى فكرة دائما أيضا علشان أوضح أيضا اللحظة دي بتأتي من الجهد. الأهلي النهاردة عمل مباراة كبيرة كبيرة، ومصطفى شوبير كان كبير، كان راجل. الشوبير النهاردة عمل مباراة كبيرة وأنقذ النادي الأهلي من أكثر من هدف. اليوم الأهلي يبدع، الأهلي يسعد، يجيد إدخال البهجة، الأهلي بيجيد إدخال البهجة، جمهوره يجيد إسعاد إفريقيا، يجيد إنه يصنع التاريخ. فاليوم النادي الأهلي قد صنع تاريخا جديدا. مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، وهارد لك لنادي الترجي التونسي. هي دي الكورة، هي دي الكورة، هو ده الملعب. اللي بيلعب وبيجتهد وبيتعب وبيعرق ويحط مجهود ويتعب، الأهلي النهاردة كانت يعني اللعيبة كانت بتاكل الأرض، كانت بتاكل النجيلة، كانت بتحاول على كل كورة، كانت بتدافع كلها وكانت بتهاجم كلها. ولو في جنرال حذر شوية أو في مهاجم قوي كمان شوية في النادي الأهلي في الهجوم، كنا شفنا أهداف كتيرة جدا للنادي الأهلي. النهاردة الأهلي بيكتب تاريخ جديد. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لبعبع أفريقيا، بعبع أفريقيا. وال12 يا أهلي، ال12 يا أهلي، دلوقتي جماهير النادي الأهلي بتفكر في البطولة رقم 13، رقم 13. تذكر ولا تتنكر إن الأهلي هو بعبع أفريقيا. يا سادة، أنا قلت من زمان قوي إن الأهلي على ملعبه في استاد الرعب هو الأهلي. مش عارف ليه، مش عارف الحكاية دي جاية منين، إنما أنا قلت لك قبل كده تذكر، تذكر واعمل للأهلي حساب، اعمل للفرقة دي حساب، اعمل للفرقة دي أداء. ما تحاولش تستفز النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي محدش يعرف يستفزه ولا حد يعرف يستفز جمهوره. اسأل قبل ما تجرب. الأهلي النهاردة يا حضرات نادي كبير، نادي عظيم، نادي عريق، نادي قدر يعمل اللي مفيش نادي في القارة الإفريقية قدر يعمله. شكرا لاعبي النادي الأهلي، شكرا جهاز فني النادي الأهلي، شكرا للمايستر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. لعيبة الأهلي كلها تعبت، لعيبة الأهلي كلها عرقت النهاردة وعملت أداء رائع رائع رائع. مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي اللقب رقم 12، مليون مبروك للجميع. استنيكم بإذن الله، بإذن الله في فيديوهات جديدة وفيديوهات قادمة. ما تنساش تبارك للنادي الأهلي ولايك وشير فضلا وليس أمرا علشان نوصل الحلقة لكل الناس. بشكرك يا صديقي إنك كملت معايا الحلقة للنهاية. أشوفك على خير، مع السلامة.